باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل عين نعمته ورحمته وبركته الآبد الآبدين ولا دهر الدهرين كلها أمين. بنجاوب على أسئلة من يسألوننا حول الكتاب المقدس وإحنا في سفر أشعياء، والنهاردة الحلقة 14، وحابب أجاوب على سؤالين من أسئلة إخواتنا. السؤال الأولاني اللي هو موجود في أشعياء 36، واللي بيتكلم فيه على كلام رسول ملك أشور اللي بيتكلم لبني إسرائيل ويقول لهم، فقال لهم ربشاقي هل إلى سيدك هل إلى سيدك وإليك أرسلني سيدي؟ لا أتكلم بهذا الكلام، أليس إلى الرجال الجالسين على السور ليأكلوا عزرتهم ويشربوا بولهم معكم؟ دي في أشعياء 36 على 27، وملوك الثاني أصحاح 18 من عدد 7، ملوك الثاني أصحاح 18 على 27، وأشعياء أصحاح 36. ومن عدد 13 إلى آخر الأصحاح بيقولوا صاحب السؤال إزاي يقول إن بيأكل عزرتهم أو الإخراج بتاعهم البراز بتاعهم يعني أو يشربوا البول، هو ده كلام، ده كلام ربنا؟ ونسي إن أول الجملة فقال لهم ربشاقي، ربشاقي ده اللي هو مرسل من ملك أشور، فالكلام أساسا ما هواش أمر ولا وصية من ربنا أنهم يعملوا كده، لكن ده كلام واحد جاي يتريق على شعب الله. ده يعني السؤال مجاوب نفسه، لكن أنا هتكلم فيه لأن كل ما يحصل حوار مع الجماعة إياهم ويزنقوا في إجابات الأسئلة أو في الأسئلة حول الإيمان بتاعهم يجروا يروحوا راسين رصة كده من ضمنهم الآية دي أو الكلام اللي هو ذكره رسول ملك أشور اللي هو ربشاقي أو الكاتب يعني. السؤال الثاني اللي هو موجود في أشعياء 40 ومن عدد 5 اللي هو بيقول فيها كده، فيعلن مجد الرب ويرى كل بشر معا خلاص إلهنا لأن فم الرب تكلم. وكلمة خلاص إلهنا اللي هي موجودة في أشعياء 40:5، وبيقولوا جبتها منين؟ إن هي الأصل العبري مش موجود فيها. هنشوف مع بعض، مش هنستعجل، لكن هنشوف مع بعض وهنجاوب على أسئلة كل إخواننا. الحاجة الأولانية إن باختصار شديد قوي إن كان هذه البلاد وهذه الدول وهذه الشعوب كانت في صراع دائم وفي حروب دائمة، في صراع دائم وفي حروب دائمة، وكان الصراع ما بين هذه الدولات، لدرجة إنهم كانوا دولات صغيرة فبتصارع مع بعض، وتيجي دولات كبيرة كان تحب تفرض سيطرتها على هذه الدولات الصغيرة. وكان الصراع في الوقت ده اللي هو وقت أشعياء ما كان ما بين قوات كتيرة، طبعا فيه كانت مصر من ناحية وكان ملوك العراق سواء بابل أو أشور من ناحية تانية، أو ملوك اللي حوالين فلسطين من ناحية تالتة مع بعضهم يعني في داخل بعضهم، وبعدين أصبح فيه صراع كمان تاني دخل معهم الفرس اللي هو إيران، وبعدها شوية تانية دخل اليونان اللي هم الإسكندر الأكبر، وبعدها دخل الرومان اللي هي إيطاليا، فكانت منطقة دايما فيها صراعات وفيها حروب، فيها صراعات وفيها حروب، وكان بيستخدموا أقصى أنواع الكلمات إثارة لكي ما كل جيش يهزم الجيش الآخر، فكان بيستخدموا حاجة اسمها الحرب النفسية. الحرب النفسية إن هو يجي رسول الملك بتاع الدولة القوية، هو مش عايز يدخل في حرب عشان ما فيش حد من الجيش بتاعه يموت، عايز البلد دي
تسلم وتستسلم ليه بدون حروب وبدون دماء وبدون أي حاجة. فكانت بتستخدم الأول الحرب النفسية اللي سموها الحرب الكلامية، يعني الكلام. فمن ضمن الحاجات دي يعني اللي هو اللي قاله رابشاقي ملك أشور، وهنقراه مع بعض الكلام. ما احناش في حاجة في الكتاب المقدس بنتكسف منها، ولا حاجة عيب، ولا حاجة تشين الكتاب المقدس. الكتاب المقدس ذكر حتى أخطاء القديسين والأنبياء والرسل، ذكر لكل واحد فيهم خطيته لكي ما يبين أن الجميع زاغوا، أعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاح، ليس ولا واحد. فرغم أن السؤال مجاوب نفسه أن ده هوش كلام ربنا، لكن برضو احنا هنتكلم فيه وهنشوف مع بعض. الكلام ده حصل تقريبا سنة 700 قبل الميلاد، أو 701 قبل الميلاد، خليها 700 عشان تبقى الرقم كده صحيح ونقدر نحفظه أو نفهمه مع بعض. لما جه في زمن حزقية الملك، وأنا تكلمت الحقيقة إخواننا اللي هم قالوا أن حزقية تنطبق عليه النبوة، يولد لنا ولد ويعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفيه، قالوا دي هو حزقية. وأنا جاوبت هذا السؤال وأشرت إلى حزقية، يعني عشان بس دي حاجة تبقى عارفينها. وأشرت كمان تاني في يعني في أكتر من حلقة عن حزقية ده، وتكلمت كمان في حلقة كمان تانية عن بلسان آخر وبلغة أخرى سأكلم هذا الشعب، كان ينطبق على اللي حصل دلوقتي اللي هو بتاع رابشاقي ده، اللي هو قال له ما تكلمش ما تكلمش الشعب باللغة اللي بيفهموها، لغة الشعب أو اللغة العبرية، لكن تكلم بالأرامي وإحنا نفهمك بالأرامي. ده اللي قالوا أو اللي قالوا أتباع الملك حزقية. اللي حصل هقرأ مع بعض موجود في سفر الملوك الثاني أصحاح 18 ومن عدد 11، وملوك الثاني أصحاح 19، وموجود كمان في سفر أشعياء الكلام اللي احنا بنشوفه مع بعض دلوقتي اللي هو أصحاح 36، ومن الأعداد أصحاح 36 وأصحاح 37 من أعداد 11 إلى آخر هذا الكلام، الآخر هذا الكلام. في سفر الملوك الثاني عشان تبقى القصة واضحة قدام عينينا وفهمينها كويس، أصحاح 18 من عدد 11، وسبى ملك أشور إسرائيل إلى أشور ووضعهم في حلح وخبور ونهر جوزان وفي مدن مادي، اللي هو الحصل السبي بتاع أشور للمملكة الشمالية مملكة إسرائيل، اللي هي طبعا كان اسمها مملكة إسرائيل أو سبا أو سموم أشور، أو كان الكتاب المقدس عن يسميهم أفرايم، أفرايم لأن ده السبت العدد الكبير في من سبت أفرايم كانوا يسكنوا في هذا المكان، يعني هم كان في عدديا في ذلك الوقت كان هو الأكبر سبت من حيث العدد، فكان أطلق بما أنه الأكبر فأطلق على الكل. يعني ده المملكة الشمالية. مرة تانية أصحاح 18 من 11 من سفر الملوك الثاني، وسبى ملك أشور إسرائيل إلى أشور ووضعهم في حلح وخبور نهر جوزان وفي مدن مادي، لأنهم لم يسمعوا صوت الرب إلههم، بل تجاوزوا عهد وكل ما أمر به موسى عبد الرب لم يسمعوا ولم يعملوا. فهنا الكتاب المقدس يبين ليه هم حصل معهم السبي ده، لم تركوا ربنا، فالله تركهم وسابهم. الله لا يفرض نفسه على الإنسان، الله أعطى الإنسان حرية الإرادة لكي ما يختار الإنسان إن كان الرب يعبده أو إن كان آخر ليعبده فهو حر. لكن بما إنهم اختاروا إنهم لا يعبدوا الله ويعبدوا إله أخرى غريبة، فالله تركهم. فجه أول حاجة اللي هو سبي أشور لمملكة إسرائيل الشمالية أو مملكة
فرايم أو مملكة السامرة أيا كان المسمى أو الحاجات اللي أنت بتشوفها في الكتاب المقدس أو في التاريخ. لم نعلم يسمعوا لصوت الرب إلههم بل تجاوزوا عهده وكل ما أمر به موسى عبد الله فلم يسمعوا ولم يعملوا. وفي السنة الرابعة عشر الملك حزقية، سنة 14 الملك حزقية، صعد سنحريب ملك أشور على جميع مدن يهوذا الحصينة وأخذها. هنا سنحريب ما اكتفاش بس بمملكة إسرائيل لكن ذهب إلى المملكة الجنوبية لمملكة يهوذا وأخذها. وأرسل حزقية ملك يهوذا إلى ملك أشور إلى خيش يقول قد أخطأت ارجع عني ومهما جعلت علي حملته. فوضع ملك أشور على حزقية ملك يهوذا 300 وزنا من الفضة و30 وزنا من الذهب. هنا حزقية بدل ما يلجأ إلى الله ويستشير النبي اللي هو أشعية في ذلك الوقت وقالوا نعمل ايه عشان الله يحمينا والله نرجع اليه فيرجع الينا، لم يعمل كده لكن تصرف من نفسه كفكر بشري وراح قال له للملك الملك أشور ايه اللي ممكن نعمله عشان ترضى عننا. يعني مرة تانية وارسل حزقية ملك يهوذا ده ملوك الثاني 18 من عدد 14 إلى ملك أشور إلى أخيش يقول قد أخطأت ارجع عني ومهما جعلت علي حملته. فوضع ملك أشور على حزقية ملك يهوذا 300 وزنا من الفضة و30 وزنا من الذهب. فدفع حزقية جميع الفضة الموجودة في بيت الرب وفي خزائن بيت الملك. عشان كده لما قلنا أن حزقية ما كانش في عهد سلام زي ما بيقول السيد عن السيد المسيح النبوة ملك السلام، لأن هو أن فعلا هنا كان في حرب بين حزقية وبين ملك أشور، وملك أشور أخذ مدن يهوذا. وبعدين بيكمل الكتاب المقدس الحقيقة أن في قصة رائعة هنشوفها مع بعض على الكلام اللي قاله ربشاخ ده اللي هو بيتكلم عن فضلات الإنسان ان هم هياكلوا هذه الفضلات وهشربوا البول بتاعهم. في ذلك فدفع حزقية جميع الفضة الموجودة في بيت الرب وفي خزائن بيت الملك. وفي ذلك الزمان قشر حزقية الذهب عن ابواب هيكل الرب والدعائم التي كان قد غشاها حزقية ملك يهوذا ودفعها او دفعه لملك أشور. يعني مش بس الحاجات اللي في الخزنة بتاع بيت الرب لكن كمان الحاجات اللي بتزين الهيكل قشرها وقطعها واعطاها لملك أشور. طبعا ده لم يستشر الرب الاله لكن تصرف من نفسه، وهنا عشان كده كان غضب الله على حزقية وغضب الله عليهم. لكن لما رجع حزقية هنشوف ربنا عمل ايه. فهنا دي الخطيه بتاعه حزقية، الخطيه بتاع حزقية انه خاف و اتكل على ان ملك أشور ده اللي هو جاي الغازي او اللي جاي ياخذ البلاد دي هو ده اللي هيساعده. ف اللي حصل كان عكس كده تماما، ان في صح 18 على 17 من سفر الملوك الثاني وارسل ملك أشور ترتان ورب ساريس ورب شاقي من لخيش للملك حزقية بجيش عظيم. يعني ما اكتفوش بكده، لا ده بعتوا له جيش عظيم الى اورشليم. فصعدوا واتوا الى اورشليم، ولما صعدوا جاءوا وقفوا عند قناة البركة العليا التي في طريق حقل القصار ودعوا الملك. فخرج اليهم اليقيم ابن حلقية الذي على البيت وشبن الكاتب ويؤاخ ابن اساف المسجل. دعا الملك فخرج اليهم الناس المسؤولين في المملكة، اليقيم ابن حلقية الذي على البيت وشبن الكاتب ويؤاخ ابن أساف المسجل. هنا الملك أشور اللي كانوا موجودين برا السور ترتان ورب ساريس ورب شاخي من لخيش إلى الملك حزقية بجيش عظيم، معهم الجيش وصعدوا هم الناس دول. ودعا الملك فخرج إليهم اليقيم ابن حلقية الذي على البيت وشبن الكاتب وآخ ابن أساف المسجل. ترتان ده اللي هو طبعا كان القائد بتاع الجيش بتاع ملك أشور، ورب ساريس كان واحد من القواد أيضا في الجيش،
ورابشاقي هو الساقي بتاع الملك، كان بيبعته طبعا عشان ينقله الأخبار بالظبط اللي حصل. واللي اتكلم هنا رابشاقي زي ما قال الكتاب المقدس. رابشاقي كان بيتكلم، كان بيعرف العبرية، وطبعا اللغة بتاعته اللغة الأرامية. طبعا تعرفين الأشوريين بيتكلموا أرامي. وأبونا إبراهيم من أور الكلدانيين كان بيتكلم أردن أرامي. أبونا إبراهيم كان بيتكلم أرامي. ولما أبونا إبراهيم خرج من أرضه ومن من من عشيرته من بين أهله، خرج وهو بيتكلم اللغة بتاعته الأرامية اللي هو اللغة المولود بيها. وطبعا ورث هذه اللغة لأولاده، سواء إسماعيل أو إسحاق، وفيما بعد طبعا إسحاق لأولاده يعقوب وعيسو، وبعدين يعقوب لأولاده. لكن كان بيحصل في حاجة اسمها تأثر اللغة. اللغة بتاخد من اللغات اللي حواليها، تأثر، بتدخل فيها مفردات وتتأثر. لكن اللغة الأرامية ظلت ما فيش تأثير حواليها، لأن الشعب كان كتير، فما فيش كان تأثير عليها كتير في الوقت ده اللي هو في وقت المملكة الأشورية. فلما جه رابشاقي هو عارف طبعا الأرامي وعارف العبري، لأن العبري يعتبر كأنها فرع من الأرامي، كأنها فرع من الأرامي. فقال لهم رابشاقي: قولوا لحزقية هكذا يقول الملك العظيم ملك أشور ملء التكال الذي اتكلت. قلت إنما كلام الشفتين هو مشورة وبأس الحرب، والآن على من اتكلت حتى عصيت علي. فالآن هوذا قد اتكلت على عكاز هذه القصبة المردودة على مصر الذي اتوكى عليها أحد دخلت في كفه وسقبتها، هكذا هو فرعون ملك مصر لجميع المتكلين عليه. كان الوقت ده طبعا فعلا كانت المملكة المصرية، كانت يعني الحضارة المصرية كانت بدأت في ضعف شديد، ضعف غير عادي. فكان فعلا كلام رابشاقي كلام حقيقي، كلام رابشاقي كان كلام حقيقي، عايز يقول لهم ما تاكلوش على حد. طبعا كان المفروض لا يتاكلوا على ملك مصر ولا يتاكلوا على ملك أشور، لكن يتاكلوا على الرب الإله القادر ان هو ينجيهم، زي ما هنشوف الوقت في المعجزة اللي حصلت معهم. وبعدين بيكمل رابشاقي: وإن قلتم على الرب إلهنا اتكلنا، أفليس هو الذي أزال حزقية مرتفعاته ومذابحه وقال ليهوذا لأورشليم أمام هذا المذبح تسجدون في أورشليم؟ عايز يقول لهم طب بتاكلوا على الرب إلهكم، طب ما حزقية الملك بتاعكم إيه اللي عمله؟ إنه دخل الهيكل وعمل اللي عمله، إنه خد الحاجات اللي موجودة في الهيكل وقشر الهيكل. عايز يقول انه حتى ايمان حزقية اللي انتوا بتسمعوا له الملك بتاعكم لم يكن كامل حتى مع الاله بتاعه. عايز يوصل رسالة ان حتى حزقية لم يكن في ايمان للاله اللي بيعبده، ما كانش عنده ايمان قوي للاله اللي بيعبده. وطبعا انا اشرت الجزئية دي لما اتكلمنا عن حزقية قبل كده. فهنا ضعف من حزقية، طبعا ضعف من حزقية، لم يكن سلام كامل في أيام حزقية، طبعا لم يكن هناك سلام إلى أبد الأبد زي ما بيقول الكتاب المقدس. رئيس السلام زي ما بيقول أبا أبديا رئيس السلام، والسلام إلى أب أبد يعني للأبد، وبعدين رئيس السلام عن السلام بتاعه إلى الأبد. فحزقية لم يكن في أيامه سلام إلى الأبد. حزقية كان ضعف، لحظات ضعف الإيمان، أخذ ما هو في الهيكل وأعطاه لملك أشور. ومش بس كده، كمان أشر كمان الحاجات اللي هي موجودة في الهيكل، الحاجات السمينة زي الذهب أو الفضة، وأعطاه لملك أشور عشان يبعد عنه. فده كان ضعف من حزقية وإيمان ضعيف من حزقية. دي ده اللي ذكره كمان رابشاقي اللي هو الساقي بتاع ملك أشور. لما جه يتكلم مع الشعب، أو جاي يتكلم مع ممثلين ملك يهوذا، أو ممثلين حزقية ملك يهوذا، اللي هو اليقيم ابن حلقية
وشابنا الكاتب وأخ ابن أساف المسجل. بيكمل: والآن راهن سيدي ملك أشور فأعطيك 1000 فرس إن كنت تقدر أن تجعل عليهم راكبين، فكيف ترد وجه والي واحد من عبيد سيد الصغار وتتكل على مصر لأجل مركبات وفرسان؟ يعني بيقول له يعني لو ادينا لك 2000 مركبة أو 2000 فرس، يعني هل عندك فرسان 2000 فارس يقدر يركبوا على الخيل دي؟ نوع من الحرب النفسية زي ما قلت لحضراتكم من البداية. والآن فكيف ترد وجه والي واحد من عبيد سيد الصغار وتتكل على مصر لأجل مركبات وفرسان؟ والآن هل بدون الرب صعدت على هذا الموضع لأخربه؟ الرب قال لي اصعد على هذه الأرض وأخربها. هنا بيقول الرب اللي هو الإله بتاعه، هو عايز يحط هنا مقارنة ما بين الآلهة بتاعته اللي هي بيتها الوثنية وبين الرب الإله الحقيقي، ما بين الرب الإله الحقيقي. فأول بيقوله انت كلت على الإله بتاعك، الإله بتاعك ما ساعدكش، يعني انت اتغلبت يعني. أو حزقية أعطى هدايا أو جزية للملك وقشر الذهب والفضة اللي موجودة في الهيكل، وأعطى كل ما هو موجود في الهيكل للملك يعني الملك بتاعه، يعني سيده الملك يعني. وهنا بدأ ينتقل إلى مقارنة ما بين إن هو الآلهة بتاعته الوثنية والإله الحقيقي اللي بيعبده حزقية أو يعبدوه بني يهوذا أو مملكة يهوذا الجنوبية. فهنا أصبح من التطاول. فقال اليقين ابن حلقية لما بدأ يتطاول على الرب الإله مرة تانية، ملوك الثانية صح 18 من عدد 25 مع 26 عشان نفهم الموضوع بالضبط كويس. والآن هل بدون الرب صعدت على هذا الموضع لأخربه؟ الرب قال لي اصعد على هذه الأرض وأخربها. الرب بتاعه هو يعني قال له روح خربها، فأنا جاي بناء على الإله بتاعي ده اللي هو ربشاقي. فقال اليقيم ابن حلقية وشابنا ويؤاخي ربشاقي كلم عبيدك بالأرامي. احنا خلاص بدأ هيدخل في ان هو هيهين الرب. لا قال له لا تتكلم بالأرامي بالعبري، كلمنا بالأرامي لأننا نفهمه، لا تكلمنا باليهودي اللي هو العبري يعني. في مسامع الشعب الذين على السور. ده الحوار اللي حصل. فبدأ ربشاقي يتطاول بأسلوب وحش وبأسلوب يدل على الجواه يعني. فقال لهم ربشاقي: هل إلى سيدك وإليك أرسلني سيدي لكي أتكلم بهذا الكلام؟ أليس إلى الرجال الجالسين على السور لأكل عذرتهم وشوب لهم معكم؟ عذرتهم اللي هو البراز بتاعهم يعني عايز يقول له أنا مش جاي لك أنت، مش جاي أتكلم معك أنت، أنا جاي أتكلم الشعب، أكلم الناس. عايز يقول إن أنا جاي أقول للناس دول إنكم أنتم مش هتنجوا، إنكم مش هتلاقوا تاكلوا. نوع من الحرب النفسية من ملك أشور أو رسول ملك أشور إلى بني إسرائيل أو بني يهوذا في ذلك الوقت اللي هم في أورشليم. فقال له كده: فقال لهم ربشاقي: هل إلى سيدك وإليك أرسلني سيدي كي أتكلم بهذا الكلام؟ أليس إلى الرجال الجالسين على السور ليأكلوا عذرتهم ويشربوا بولهم معكم؟ عايز يعمل إثارة في الشعب اللي هو شعب بني يهوذا أو شعب اليهود اللي هم موجودين في أورشليم، عشان يعملوا ثورة ضد حزقية ويقوموا يفتحوا أبواب المدينة، فيدخل ربشاقي واللي معاه ورابساريس ومن معاه من الجيش عشان ياخدوا البلد يعني. نوع من الحرب النفسية. هنا ليس كلام الله يا جماعة، ده كلام ربشاقي رسول ملك أشور، وجاي كنوع من الحرب النفسية عشان يضعف الشعب ومعنوية الشعب
يضعف الشعب ومعنوية الشعب عشان يسلم لملك أشور ويدخل ملك أشور دون حرب. فهنا الحقيقة ده كلام ربشاقي وطبعا كلام مرفوض، وطبعا الكتاب المقدس كلامه واضح جدا. واللي حصل بعديها ثم وقف ربشاقي ونادى بصوت عظيم باليهود وتكلم قال اسمعوا كلام الملك العظيم ملك أشور. ايه اللي حصل بعديها؟ هنكمل مع بعض. هكذا يقول الرب الملك ليخدعكم حزقية لأنه لا يقدر أن ينقذكم من يده. مش بس بدأ بالكلام ده الأولاني اللي هو نوع من الـ 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 الكلام الاستفزازي، الكلام الذي لا يحمل أي نوع من الأدب، لكن بدأ كمان يتطاول على الإله الحقيقي، وبدأ كمان يوصل رسالة بطريقة صعبة. وهنشوف ربنا إيه اللي عمله مع هذا الإنسان الذي تطاول بكلام صعب على الرب الإله. هكذا يقول الملك ليخدعكم حزقية لأنه لا يقدر أن ينقذكم من يده، ولا جعلكم حزقية تتكلون على الرب قائلا ينقذنا الرب ولا تدفع هذه المدينة ليد ملك أشور. قال لهم يعني أن الإله بتاعكم مش هينقذكم، يعني لا تسمعوا لحزقية لأنه هكذا يقول ملك أشور أعقدوا معه صلحا، هو عايز يكلم الناس زي ما قلت لحضراتكم في البداية، واخرجوا لي وكلوا كل واحد من جفنته وكل واحد من تنته واشربوا كل واحد ماء بئره. يعني عايز يقول بدل ما انتوا قاعدين وهتلاقوا بعد كده ما فيش اكل لدرجه انكم هتشتهوا تاكلوا فضلات بتاعتكم، لا اعملوا صلح مع الملك وهتقدروا تخرجوا وتزرعوا وتاكلوا وتشربوا. ده الرساله من هذا الكلام، لا تعني ان الله بيقول لهم هذا الكلام ابدا، ده ربشاقي رسول ملك اشور. وبعدين لا تسمعوا لحزقية لأنه هكذا يقول ملك أشور أخذوا معي صلحا واخرجوا إلي وكلوا كل واحد من جفنته وكل واحد من تنته وشابوا كل واحد ماء بئره حتى آتي وأخذكم الأرض كأرضكم أرض حنطة وخمر أرض خبز وكروم أرض زيتون وعسل وأحيوا ولا تموتوا ولا تسمعوا لحزقية لأنه يغركم قائلا الرب ينقذنا. هل أنقذ آلهة الأمم كل واحد أرضه من يد ملك أشور؟ أين آلهة حماة وأرفات؟ أين آلهة صفرويم وهنع وعو؟ هل أنقذوا السامرة من يدي؟ من كل الآلهة الأرض أنقذ أرضهم من يدي حتى ينقذ الرب أورشليم من يدي؟ طبعا ده كان أسلوب استفزاز على الرب الإله. وفعلا الرب الإله عندما رجع الشعب إليه، هنشوف دلوقتي أصح 19 في سفر الملوك الثاني، أنا قلت لكم الحديث من ملوك الثاني أصح 18، وهنكمل أصح 19 وهنشوف نفس الكلام يتكرر في أشعية أصح 36. فقال اليقيم وشابنا وآخر الرشاق تكلم عبيدك بالأرامي لأن نفهم ولا تكلمنا باليهودي في مسامع الشعب الذي على السور. فقال ربشاقي هل إلى سيدك وإليك أرسلني سيدي لكي أتكلم بهذا الكلام؟ أليس إلى الرجال الجالسين على السور ليأكلوا عزرتهم ويشربوا بيلهم معكم؟ أشعية 36 من عدد 11. ثم وقف ربشاقي ونادى بصوت عظيم باليهودي وقال اسمعوا كلام الملك العظيم ملك أشور، هكذا يقول الملك ليخدعنكم حزقية لأنه لا يقدر أن ينقذكم ولا يجعلكم حزقية تاكلون على الرب، قال إنقاذا ينقذنا الرب لا تدفع هذه المدينة ليد ملك أشور. لا تسمعوا لحزقية لأنه هكذا يقول ملك أشور أقودي معي صلحا وأخرجوا إلي وكلوا كل واحد من جفنته وكل واحد من تنته وشربوا كل واحد ماء بئره حتى آتي وأخذكم من الأرض مثل أرضكم أرض حنطة وخمر أرض خبز وكروم. لا يغركم حزقية قائلا الرب ينقذنا، هل أنقذ آلهة الأمم كل واحد أرضه من يد ملك أشور؟ أين آلهة حماة وأرفاد؟ أين آلهة صفرويم؟ هل أنقذوا السامرة من يدي؟ من كل آلهة هذه الأرض أنقذ أرضهم من يدي حتى ينقذ الرب
أورشليم من يدي، فسكتوا لم يجيبوا بكلمة، لأن أمر الملك كان قائلا لا تجيبوه. ده أشعياء 36 من عدد 11 إلى عدد 21، نفس الكلام اللي قرأته لحضراتكم في سفر الملوك الثاني صح 18. بنكمل عشان يبقى برضو الموضوع واضح، أن الله تدخل فعلا وأنقذ شعبه بطريقة معجزية سجلت في التاريخ الحقيقة، وما فيش حد ما ذكرهاش. يعني في سفر الملوك الثاني صح 19 من عدد الأول، فلما سمع الملك حزقية ذلك مزق ثيابه وتغطى بمسح ودخل بيت الرب، وأرسل اليقيم الذي على البيت وشبن الكاتب وشيوخ الكهنة متغطين بمسح الأشعية النبي ابن أموس، فقالوا هكذا يقول حزقية هذا اليوم يوم شدة وتأديب وأهانة، لأن الأجنة قد جنت إلى المولد ولا قوة للولادة. لعل الرب إلهك يسمع جميع كلام ربشاقي الذي أرسله ملك أشور سيده ليعير الإله الحي. فجاء عبيد الملك حزقية إلى أشعية أصح 19 ومن عدد 5. مرة تانية، لعل الرب إلهك يسمع جميع هذا كلام ربشاق الذي أرسله ملك أشور سيده لعير الإله الحي، فيوبق على الكلام اللي سمعه الرب إلهك، فأرفع صلاة من أجل بقية المقية الموجودة. يعني هم تابوا ورجعوا وقالوا الرب إلهك الأشعية سمع هذا الكلام فعشان يخلصنا. فجاء عبيد الملك حزقية الأشعية فقال لهم أشعية هكذا تقولون لسيدكم، هكذا قال الرب لا تخف بسبب الكلام الذي سمعته الذي جدف علي به غلمان ملك أشور، هأنذا أجعل فيه روحا فيسمع خبرا ويرجع لأرضه وأسقطه بالسيف في أرضه. فرجع ربشاق ووجد ملك أشور يحارب لبنى لأنه سمع أنه ارتحل عن لخيش، وسمع عن ترهاقه ملك كوش قولا قد خرج ليحاربك، فعاد وأرسل رسلا إلى حزقية قائلا هكذا. يعني سمع أن في أخبار حروب حواليه فراح عشان من أجل هذه الحروب، لكن رجع عشان يكلم حزقية. هكذا تكلمون حزقية ملك يهوذا قائلين ليخدعك إلهك الذي أنت متكل عليه قال لا تدفع أورشليم قد الملك أشور، لقد سمعت ما فعل ملوك أشور بجميع الأرض أو الأراضي لأهلكها لإهلاكها، وهل تنجو أنت؟ هل أنقذت؟ نفس الكلام رجع يكرره مرة أخرى صح 19. هل أنقذت آلهة الأمم الذين هؤلاء الذين أهلكهم أبائي جوزان وحاران ورس وبن عدن الذين في تلسار؟ أين ملك حماة وملك أرفاد وملك مدينة السفرويم وهينا وعاوة؟ فأخذ حزقية الرسائل من يد الرسل وقرأها ثم صعد إلى بيت الرب ونشرها حزقية أمام الرب. قال له شوف يعني. وصل حزقية أمام الرب وقال أيها الرب إله إسرائيل الجالس فوق الكاروبيم، أنت هو الإله وحدك لكل ممالك الأرض، أنت صنعت السماء والأرض، أمل يا رب أذنك واسمع وافتح يا رب عينيك واسمع واسمع كلام سنحريب الذي أرسله لعير إله الحي. حقا يا رب ان ملوك اشور قد خرب الامم واراضيهم، دي حقيقه اللي قالها ملك اشور يعني، ودفع الهتهم الى النار، ولانهم ليسوا الهه بل صنعت ايدي الناس خشب وحجر فابدوهم، والان ايها رب الهنا خلصنا من يده فتعلم ممالك الارض كلها انك انت الاله وحدك. فارسل اشعياء ابن اموس الى حزقية قائلا هكذا قال الرب اله اسرائيل الذي صليت اليه من جهس حريب ملك أشور، قد سمعت هذا هو الكلام الذي تكلم به الرب عليه احتقرتك واستهزأت بك العذراء ابن صهيون، نحوك انغضت ابنة أورشليم رأسها. ده كلام رب الإله. من عيرت وجدفت وعلى من عليت صوتك وقد رفعت الأولى عينيك على قدوس إسرائيل، على يد رسلك عيرت السيد وقلت بكسرة مركباتي قد صعدت إلى علو الجبال إلى عقاب لبنان وأقطع أرزه الطويل وأفضل سروه وأدخل أقصى علوه وأعر كرمله، أنا قد حفرت وشربت مياه غريبة ونشف بأسفل قدم جميع حلقان مصر، ألم تسمع منذ البعيد
ما صنعته منذ الأيام القديمة صورته، الآن أتيت به فتكون تخريب مدن محصنة حتى تصير روابي خربة، فسكانها قصار الأيدي قد ارتاعوا وخجلوا، صاروا كعشب الحقل وكالنبات الأخضر كحشيش السطوح وكملفوح قبل نموه. ولكني عالم بجلوسك وخروجك ودخولك وهيجانك علي، لأن هيجانك علي وعجرفتك قد صعدوا إلى أذني. أضع خزامتي في أنفك ولجامي في شفتيك وأردك في الطريق التي جئت فيه. كلام ربنا على ملك أشور. وهذه لك علامة، تأكلون هذه السنة للشعب زريعة وفي السنة الثالثة خلفة، وأما السنة الثالثة ففيها تزرعون وتحصدون وتغرسون كروما وتأكلون ثمارها. ويعود الناجون من بيت يهوذا الباقون يتأثرون لأسفل ويصنعون ثمرا إلى ما فوق، لأنه من أورشليم تخرج البقية والناجون من جبل صهيون، غيرة رب الجنود تصنع هذا. لذلك هكذا قال الرب عن ملك أشور: لا يدخل هذه المدينة ولا يرمي هناك سهما ولا يتقدم عليها بترس ولا يقيم عليها مدرسة. في الطريق الذي جاء فيه يرجع، وإلى هذه المدينة لا يدخل، يقول الرب، وحام عن هذه المدينة لأخلصها من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي. وكان في تلك الليلة إن ملاك الرب خرج وضرب من جيش أشور 185,000، ولما بكروا صباحا إذ هم جميعا جثث ميتة. ودي سجلت في التاريخ وسجلت في الآثار إلى درجة إن هم ما كانوش عارفين إيه اللي حصل. البعض حاول يفسرها لأن لقيوا الجثث دي مالية الأماكن دي زي شبه مقابر جماعية. وطبعا الناس العلماء بتوع الآثار اللي هم حاولوا يفسروها بطريقتهم قالوا ده غالبا أصابهم مرض الطاعون فماتوا كلهم. هنا الكتاب المقدس كان واضح أن ده علامة انتقام من الرب إله لهذا الملك الذي عير الإله الحقيقي. فربشاقي والكلام اللي قاله على بني إسرائيل، الكلام اللي تطاول بيه على الإله الحقيقي، ارتد على رأسه وعلى رأس الملك بتاعه. وبيكمل الحقيقة اللي حصل مع هذا الملك الذي أرسل هؤلاء الناس بالتطاول وبرسائل تطاول على الإله الحقيقي. فانصرف سنحريب ملك أشور وذهب راجعا وأقام في نينوى وفي ما هو ساجد في بيت نصروخ إلهه. ضربه أدر مالك وشراسر ابناه بالسيف، ولاده الاثنين ضربوه بالسيف، ونجوا إلى أرض أرارات. وملك أسر حدون ابن عودا عنه، ابن الثالث ملك مكانه. فربشاقي والذين معاه اللي عيروا الإله الحقيقي ماتوا من يد الملاك اللي قتل من جيش ملك أشور 185,000. نفس الكلام في أشعية أصحاح 36 وأصحاح 37، الكلام اللي أنا قريته دلوقتي في ملوك الثاني أصحاح 18 وأصحاح 19 هو نفس الكلام بالضبط كده، هو في سفر أشعية أصحاح 36 وأصحاح 37. فيا جماعة يا أخوانا يلي لكم أذان لتسمع ولكم عيون تبصر ولسان يتكلم، اقرا الكلام. دي قصة اقراها، مش هتخسر حاجة لما تقرا القصة وتفهم الموضوع ماشي ازاي. لكن الإصرار على فكر معين، ويمكن البعض مرة سألني، واحد مرة سألني هم ليه مش عايزين يقروا، بيخاف يقرا. وعنده هو في عقيدته او في ايمانه انه لو قرا الكلام ده كانه كلام سحر هيسحره. كلام يعني احنا في القرن ال21 وما زالت ناس عايشه بهذه العقليه. طب ما بتسال ليه لما انت مش عايز تقرا؟ طب بتسال ليه؟ ما انت جبت الكلام ده منين اذا كان هو كلام سحر ومفروض ما تقولهوش؟ طب بتقوله ليه؟ يعني إذا كنت أنت معتقد إن ده كلام سحر واللي يقوله سحر يحصل له سحر ويركبه جن، زي ما أنت بتعتقد في ذهنك جن، وساعات بيسموه جن يعني يهود ولا جن نصراني زي ما بيعتقد،
كلام مش منطقي، وكلام مش لا يعقل. من له أذنان للسمع فليسمع. اعقل الكلام اللي بتقوله، واعقل الكلام اللي بتسمعه، وحتى لو جالك واحد وقال لك حاجة، شوف الكلام اللي بيتقال ده، افحصه وشوفه، وهتلاقي الحقيقة فين. لكن لا تكن تساق كقطيع يسوقه إنسان كل هدفه إن هو يتسلط على هذا القطيع ويأخذ منهم اللي عايز ياخده، ياخذ منهم اللي عايز ياخده، طبعا ياخذ أموال، ياخذ سبايا، ياخذ إلى آخر الكلام اللي حضراتكم عارفينه. فده السؤال الأولاني اللي هو بخصوص فضلات الإنسان، وده من الكلام اللي قال الكلام ده مين؟ طبعا ده مش الإله الحقيقي، ده واحد اسمه ربشاقي، كان ساقي ملك أشور، جاي يعير بيه بني إسرائيل وعير الإله الحقيقي، وكانت النتيجة أنهم فعلا في السكة ما كملوش، ما رجعوش إلى أن النواة اللي رجع بس الملك، وهم ماتوا في السكة في الطريق، و185 ألف واحد ماتوا من جيش ملك أشور. ده السؤال الأول. السؤال الثاني اللي هو في أشعياء أصحاح 40 ومن عدد 5. حضراتكم عارفين أن الكتاب المقدس مترجم إلى حاليا إلى أغلب كل لغات العالم تقريبا. أول لغة ترجم ليها الكتاب المقدس كان حاجة اسمها الترجمة السبعينية، والترجمة السبعينية كانت تقريبا 283 قبل الميلاد، أو القرن الثالث قبل الميلاد، أو 285 أيا كان السنة. الترجمة دي ترجمت إلى اللغة اليونانية، ترجمت إلى اللغة اليونانية، واللي قام بيها 70 شيخ من شيوخ بني إسرائيل، عشان كده سموها الترجمة السبعينية، الترجمة السبعينية. هذه الترجمة السبعينية حاولوا إنهم يوصلوا المعنى اللي موجود، عشان ما يبقاش كتاب اللي قراه ما يبقاش فاهم الكلام فيه إيه. يعني هو عارف بخبرته وعبادته الإله الحقيقي ليه مئات السنين في ذلك الوقت يعني، فحاولوا يترجموا المعنى اللي هم فاهمينه، لأن الكتاب المقدس ما هواش كتاب تلاصم بنحط حروف ولا بعضيها وتطلع حاجات لا الناس فاهمها هي ايه ولا الناس مش عارفة هي ايه، وحروف من شمال واليمين وحاجات حضراتكم عارفينها، انا مش هدخل في الموضوع ده. فالكتاب المقدس كتاب واضح، وأنا قلت قبل كده في أكتر من مرة أن الوحي الإلهي وحي معنى، يعني بيدي الكاتب للمعنى اللي هيكتبه، فيصيغ الكاتب بالطريقة وبالصورة وباللغة اللي هو فهمها. صحيح في كلمات من الله زي الوصايا العشر مباشرة، أو زي المعوذة على الجبل السيد المسيح له كل المجد إن هو الله الظاهر في الجسد، كان بيتكلم مباشرة، لكن بتكلم على الكتب التي كتبوها الأنبياء في العهد القديم أو الرسل في العهد الجديد، صاغوا أوحالهم وروح القدس أن يكتبوه، فصاغوا اللي فاهمينه، يعني كتبوا اللي فاهمينه. نفس الحكاية لما جم يترجموا الشيوخ السبعين للغة اليونانية، ترجموا المعاني المفهومة، المعاني المفهومة ليهم فترجموها. ففي أشعياء أصحاح 40، أشعياء أصحاح 40، عزوا شعبي يقول إلهكم، طيبوا قلب أورشليم ونادوها بأن جهادها قد كمل، إن اسمها قد عفي عنه، إنها قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها. هنا الكلام ده نبوءة عامة
سيحدث عندما يأتي الله في مجيئه الأولاني، مجاء المسيح في مجيئه الأولاني، ده ينطبق عليه. والنبوات اللي بعد كده كلها بتنطبق على مجيء المسيح الأولاني، مجيء المسيح الأولاني. ففي كان في سؤال في هذا الأصحاح، وفي الترجمة السبعينية حطت الإجابة من أصح تاني، هنشوف الأصح التاني ده بالضبط هو إيه بالضبط عشان يبقى الكلام واضح معانا. يعني مرة تانية، النص في الترجمة السبعينية بيتكلم في كلمة خلاص إلهنا. النص في العبري في الفصح 42 في صيغة سؤال، أصح 52 إجابت على هذا، إجابت هذا السؤال. فهو حط الإجابة بتاعة أصح 52 حطها في أصح 40 في الترجمة السبعينية عشان يوفر على اللي بيبحث الإجابة بتاعة السؤال ده، السؤال بتاع أصح 40. المعنى بدأ يوضح. مرة تانية، عز شعب يقول إلهكم، طيبوا قلب أورشليم ونادوها بأن جهادها قد كمل، إن إثمها قد عفي عنه، إنها قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها. صوت صارخ في البرية، صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، قوموا في القبر سبيلا لإلهنا. كل وطاء يرتفع وكل جبل وأكما ينخفض، ويسير المعوج مستقيما والعواقب سهلا، فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر معا، لأن فم الرب تكلم. صوت قائل نادي، فقال بماذا أنادي؟ كل جسد عشب وكل جماله كزهر الحقل، يبس العشب، زهر زبل الزهر، لنفخة الرب هبت عليه، حقا الشعب عجب، يبس العجب، زبل الزهر، أما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد، كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. عدد 5، فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر معا، لأن فم الرب تكلم. فيعلن مجد الرب، إمتى يعلن مجد الرب؟ قال كده خلاص إلهنا، خلاص إلهنا، اللي هو صوت الصارخ في البرية أعادوا تاريخ الرب. ده اللي هتشوفوه، هنشوفه دلوقتي فصح 52 من عدد 10. قد شمل الرب عن ذراع قدسه أمام عيون كل الأمم، اللي هو قاله هنا عز شعب يقول الرب، طيبوا قلب أورشليم، نادوها بأن جهادها قد كمل، صوت صارخ في البرية أعادوا طريق الرب، قوموا سبلا في القفر سبيلا لإلهنا. وبعدين بيكمل، فهنا أصح 52، قد شمل الرب عن ذراع قدسه أمام عيون كل الأمم، فترى كل أطراف الأرض خلاص إلهنا. شوف كل الخلاص ده اللي هو الصوت اللي ينادي ده، صوت صارخ في البرية عشان يشوفوا هذا الخلاص، عشان يشوفوا هذا الخلاص. وده الإقحية في الترجمة السبعينية في سفر إشعياء، هو نفس الترجمة السبعينية اللي أخذ عنها الوحي الإلهي في العهد الجديد، لأن العهد القديم كله عبارة عن نبوءات وتمهيد للشعب لقبول السيد المسيح، تمهيد للشعب بقبول السيد المسيح. وأحيانا زي ما اتكلمت مع حضراتكم قبل كده، أنه ممكن ياخد نبوءة بالمعنى المفهوم، وياخد نبوءة حتى من نبوءة من جزء، وحتى من نبوءة من جزء تاني، حتى من نبوءة من جزء تاني. يمكن الآباء الكهنة والإخوة الشمامسة عارفين الكلام ده في الكنيسة عندنا، لما في حاجة اسمها في القراءات بتاعة الكنيسة، في حاجة اسمها المزمور، في حاجة اسمها المزمور. المزمور ده بيتقري قبل الإنجيل، يعني مثلا في القراءات مثلا عندنا في حاجة اسمها رفع بخور عشية وفي رفع بخور باكر. فرفع بخور عشية
في جزء من مزمور وفي جزء من الكتاب المقدس من الإنجيل من العهد الجديد من الإنجيل الأربعة، وفي رفع بخور باكر في جزء من مزمور وفي جزء من الإنجيل، وفي القداس الإلهي فيه طبعا جزء من رسائل بولس الرسول وفي جزء من رسائل الجامعة وفي جزء من سفر أعمال الرسل، وبعدين يرجع ياخد جزء من مزمور وجزء من الإنجيل. أحيانا المزمور عشان بس تبقى حضراتكم عارفين، أحيانا المزمور لما يجي ياخد جزء من المزمور ممكن ياخد مزمورين مع بعض أو حتتين من مزمورين مع بعض، يعني ياخد جزء من مزمور وجزء من مزمور تاني في 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 حاجة اسمها ستيخون أو حاجة اسمها جملة. في الستيخون كلمة إبت معناها جملة، يعني الجملة تدي معنى وروح مكمل المعنى من مزمور تاني، يكمل المعنى من مزمور تاني. ده نفس اللي حصل في الترجمة السبعينية لأشعية أصح 40 ومن عدد 5، أصح 40 من عدد 5، فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا لأن فم الرب تكلم، وبعدين صوته صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، قاموا في القفر سبيلا لإلهنا، كل وطاء يرتفع وكل جبل وأكمة ينخفض، وسير المعوج مستقيما والعراقيب سهلا، فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا، اللي هو عاد أصح فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر. إيه هو يرى إيه؟ راح هو قال خلاص إلهنا، اللي هو في إنجيل معلمنا لوقا أصح 3 من عدد 6، إنجيل معلمنا لوقا أصح 3 من عدد 6. فدي متاخدة من الترجمة السبعينية، والترجمة السبعينية اتبعت نفس الأسلوب الحقيقي اللي احنا ما زلنا متابعه في المزامير، لما بناخد جزء من المزامير عشان نحطه قبل الكتاب قبل الإنجيل أو قبل قراءة الإنجيل، ناخد جزء من مزمور وجزء من مزمور تاني عشان المعنى يكتمل في ذهن السامع وذهن القارئ. هكمل معكم. إنجيل معلمنا لوقا اقتبس من سفر أشعياء الترجمة السبعينية، فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا، خلاص إلهنا فم الرب تكلم. فخلاص إلهنا هي موجودة زي ما قلت لحضراتكم في أشعياء 52 عدد 10، قد شمى الرب عن ذراع قدسه أمام عيون كل الأمم فترى كل أطراف الأرض خلاص إلهنا، فترى تشوف كل أطراف الأرض خلاص إلهنا. فهنا لما قال فيعلم مجد الرب ويراه كل بشر، فراح جاب الجزء في أشعياء 52 عدد 10، خلاص إلهنا، هشوف إيه الخلاص بتاع إلهنا اللي هو تكلم عنه من البداية، قد قبلت من الرب ضعفين عن خطاياها، خطاياها يبقى هي محتاجة خلاص، اللي هو هتشوف خلاص إلهنا اللي هو سيد المسيح له كل المجد، اللي هو جاه مولود من امرأة مولود تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لينال التبني، لينال التبني. صوت صارخ في البرية، عدوا طريق الرب، قوموا في القفر سبيلا لإلهنا، كل وطاء يرتفع وكل جبل وأكمة ينخفض، ويسير المعوج مستقيما والعراقيب سهلا، فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا. وحطوا طبعا هنا خلاص إلهنا لأن فم الرب تكلم. الترجمة السبعينية بالضبط الطبق مع العبري في الأعداد الثلاثة وأربعة، لكن في عدد 5 زي ما قلت حضراتكم أن هو مفسر كلمة خلاص إلهنا ويراه كل بشر جميعا، هيشوف إيه فرحت اللي هو كلمة خلاص إلهنا اللي هي في نفس السفر أصح 52 عدد 10، قد شمل الرب عن ذراع قدسي أمام عيون كل أمم فترى كل أطراف الأرض خلاص إلهنا. وبعد في إنجيل معلمنا لوقا أصح 3 من عدد 4 و5 و6، كما هو مكتوب في سفر أشعياء النبي القائل، صوت صارخ في البرية، عدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيما، كل وادي يمتلئ وكل جبل وأكمة ينخفض، وتصير المعوج مستقيما والشعاب طرقا سهلة، ويبصر كل بشر
خلاص إلهنا، ويبشر كل بشر خلاص إلهنا. فهنا خلاص إلهنا دي اللي هي في لوقا أصحاح 3 من عدد 6 متاخدة فعلا من السبعينية في أصحاح 40 من عدد 5 وأصحاح 52 عدد 10. أصحاح 52 عدد 10، صوت صارخ في البرية، عدوا طريق الرب، قوموا قفروا سبيلا لإلهنا، كل وطاء يرتفع وكل جبل وأكما ينخفض ويصير المعوج مستقيما العراقيب سهلا، فيرن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا، لأن فهم الرب تكلم. في السبعينية طبعا قال كده سمى الإلهنا أو طرق إلهنا، يعني الكلمة اللي هي ترجمت إلى خلاص إلهنا. فشعية بروح النبوة أعلن عن هذا الخلاص في زي ما احنا شفناه في أصحاح 52 ومن عدد 10 اللي احنا قرناها معاكم من شوية. قد شمر الرب عن زراع قدس أمام عيون كل الأمم، فترى كل أطراف الأرض خلاص إلهنا. طبعا ما فيش تناقض ولا في حاجة ضد التانية. زي ما قلت لحضراتكم الترجمة السبعينية هي ترجمة تفسيرية توضيحية في القرن الثالث قبل الميلاد للكتاب المقدس. واحنا عندنا حاليا العهد القديم كله كامل، العهد القديم كله كامل ومنذ القرون الأولى كامل، وعند اختلاف أو عند ترجمة أي حاجة حاليا أغلب الترجمات متاخدة من الترجمة العبري مباشرة. يعني يمكن الترجمة السبعينية بنرجع ليها لما نحب نشوف المعاني، لما نحب نشوف المعاني. وأنا ساعات مرات كتيرة واحنا بنتكلم مع حضراتكم بقول الترجمة السبعينية قالت كذا، ان الفهم بتاع اليهود، فهم اليهود في القرن الثالث قبل الميلاد قبل جيل المسيح كانوا فاهمين النص ازاي، نفس الفهم اللي احنا فاهمينه دلوقتي حاليا، نفس الفهم اللي احنا فاهمينه حاليا. والاباء كلهم اكدوا ان الصوت اللي عد الطريق للرب اللي هو يوحنا المعمدان جاي يعد الطريق للرب الإله عشان تصير المعوجات مستقيمة والشعاب طرقا سهلة. وقال هنا كل بشر معا يفعل مجد الرب ويراه كل بشر معا لأن فهم الرب تكلم. قال كل بشر هي كلمة جسد، يعني قديس أغسطينوس والأباء قال إن ده جسد، ده يعني إن كل إنسان له عقل يبصر ويفهم ويرى هذا الخلاص اللي عدوا الإله الحقيقي. فالحقيقة اللي مفيش أي تناقض، مفيش أي تضاد ما بين إنجيل معلمنا لوقا أصحاح 3 من عدد 6 وما بين هذا النص، إن هو أخذ الترجمة اليونانية أو الترجمة السبعينية قايلة كده خلاص إلهنا، ودي متاخدة من نفس السفر أصحاح 52 من عدد 10 فيرى كل أطراف الأرض خلاص إلهنا. فإنجيل معلمنا لوقا حتى ولو كان دمجت الاثنين مع بعض فمظبوط، حتى لو هي مش موجودة في السبعينية، لكن هي موجودة في السبعينية، حتى لو مش موجودة في السبعينية فهو الكتاب المقدس زي ما قلت لحضراتكم في الإشارة إلى النبوات ممكن يستخدم أو يشير إلى نبوتين في مكانين أو على في موضعين مختلفين أو موضعين مش في نفس السفر، أو يشير إلى أكثر من نبي من للإشارة إلى هذه النبوة. يعني بيشير مثلا إلى نبوة مثلا ذكرت في ملاخي مثلا والنبوة ذكرت في هوشع مع بعض ويخطهم مع بعض ويحطهم كنبوة بتشير إلى هذا الحدث، لأن مش بس نبي واحد يتكلم على السيد المسيح، لكن أنبياء كلهم العهد القديم كلهم بلا استثناء تكلموا عن السيد المسيح لكل المجد. وأنا يمكن عشان كده في نهاية كل سفر بحاول أخصص حلقة أو اتنين إن أنا أشير إلى
ان المسيح في السفر، المسيح في السفر، فبشير الى ساعات، الى نبوات واضحه او الى مواقف من حياه الانبياء في تشابه بينها وبين عمل السيد المسيح له كل المجد. ده السؤال الثاني بتاع كلمه خلاص الهنا. هقراه مره ثانيه، اشعياء 40 من عدد 3 لعدد 5، وإشعياء 52 عدد 10، عشان تكتملوا الصورة مع بعض. صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. كل وطاء يرتفع وكل جبل وأكما ينخفض، ويسير المواج مستقيما والعراقيب سهلا، فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر. وبعدين لأن فم الرب تكلم، يرجع في إشعياء 52:10، قد شمى الرب عن ذراع قدسه أمام عيون كل الشعب، فترى، اللي هو هنا يراه كل بشر، إشعياء 40:5، فراه كل بشر، إشعياء 52:10، فترى قد شمى عن ذراع قدسه أمام عيون كل الأمم، فترى كل أطراف الأرض خلاص إلهنا، فترى كل أطراف الأرض خلاص إلهنا. هو نفس الكلام خلاص إلهنا، اللي هو الصوت ده اللي هيعد الطريق، ده هيعد طريق من أجل خلاص إلهنا، اللي هو أعد، اللي هو نبوة عن السيد المسيح له كل المجد. أكتفي بكده. وشفنا الكلام الأولاني في فضائل الإنسان، السؤال الأولاني ده كلام واحد اسمه ربشاقي ساقي ملك أشور، كان بيعير به بني يهوذا أو اليهود في سنة 700 تقريبا، لما جه ملك أشور عشان يحارب حزقية أو يحارب بني إسرائيل. السؤال الثاني خلاص إلهنا، دي موجودة في إشعياء 40:5 وإشعياء 52:10، الكتاب المقدس أشار إليها في لوقا أصحاح 3:6. للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس كل مجد وإكرام وعزة وسلطان وسجود الآن وكل أوان ولدهر الدهور كلها أمين. أمين. تعال أيها الرب يسوع المسيح، الروح والعروس يقولان تعال، ومن يسمع فليقل تعال، ومن يأتي فليأخذ ما حياة مجانا. أمين أمين.